لا معلش، الحقيقة الكلام ده مش صحيح. ازاي؟ أنا أقول لك، الصين عندها حل لكل المشاكل. يعني مثلا ممكن تعمل لك موبايل تمنه 200 جنيه وتعمل لك موبايل تاني نفس الشكل ونفس الإمكانيات وتمنه 2000 جنيه، بس ده عمره الافتراضي 3 أشهر والتاني عمره الافتراضي 5 سنين، ولا يمكن تفرق الاتنين عن بعض أبدا، وانت حر بقى تشتري ده او ده. سبحان الله. وطبعا المستوردين المصريين استسهلوا الحكايه وجري ورا الربح السريع فجابوا الارخص. هو السوق بقى عجيب. يا حلوه. ايه يا حبيبتي؟ انا بتهيألي الراجل ده هو اللي سرق الاسوره. يا خبر مش وقته يا تيتا، نروح في ده. يلا يلا. انا لسه مش انفولفد قوي جوه السوق، لكن الحقيقه اكيد لما هدخل في السوق هعرف الاصناف. نعم. مين الست دي اللي هتفت لك البورصه؟ ست؟ هو في ست؟ هتحدف لك البورصه ليه؟ لا ده تلاقي في احتفال هناك في عيد ميلاد او حاجه، ف يعني متنكرين. مش شايفه هي لابسه ايه؟ جايز. لما ما قلتليش يا نازبي، حضرتك ما رحتش في الفترة الأخيرة قعدت مع والدك في الشركة؟ لا لا خالص، الحقيقة والدي توفى وأنا كنت في باريس، يعني أنا عشت فترة كده حتى أنا عرفت إنه توفى بعديها بشهر تقريبا. وست والدتك؟ ما شفتهاش؟ الله يرحمها. الله يرحمها. لا الحقيقة برضو بعد بابا ما مات هي جت قعدت معايا يومين بالظبط، وبعد كده دخلت مستشفى عملت بقى شوية فحوصات وبوتكس وشد وحاجات، يعني عاشت حياتها شوية ونزلت مصر. الله يرحمها. الله يرحمها. ست محترمة أوي أوي. فعلا فعلا. لا لا ست محترمة فعلا. شوف يا حبيبي، أبوك كان صاحب فضل على السوق كله وإحنا بالذات، عشان كده احنا عايزين نرد الجميل بأي شكل لغاية ما تقف على رجليك ونطمن عليك. متشكر جدا. انت يا نيازي بيه معاك كام؟ سعادته يقصد يقول لك يا نيازي باشا، يعني ممكن نبتدي بكام؟ نبتدي في الحقيقة احنا معانا مبلغ صغير كده، يعني ولما نستقر على شكل المشروع هنبقى ناخد قرض من البنك بضمان المشروع. مش كده يا نيازي؟ ايه يا يحيى؟ اتأخرت كده ليه؟ وجايب المأذون معاك ليه؟ ده ما بيشوفش. لا يا حبيبتي، مأذون ايه يا عم حسين؟ دي تيتا. وتيتا جاية معاك ليه؟ عشان تتعشى الظهر. لا مش جايين نتعشى، مفيش حد جه ولا ايه؟ محدش جه غير دلوقتي وانا قلقان وزمان نيازي مستني الاشارة. طب وبيليا وهاشم ما ظهروش؟ بقول لك محدش جه خالص. ادخلوا ادخلوا. يلا تيتا. ايه بس اللي مش هيخليه ينفع يا ست العرايس؟ يا معلم ده انت اللي مربيني وكنت بتوديني المدرسه انا وطوحة بنتك، في واحد يتجوز زميل بنته يعني زيها كده؟ يعني تكسري بخاطري وانا اللي كنت جاي وعشمان؟ على عيني يا معلم، بس دي مش عزومه ده جواز. طب اقول لك على حاجه، انا بعتبرك زي ابويا، يعني لو حصل لي اي حاجه هاجي واقول لك على طول. خلاص خلاص خلاص، انت كده ركبتين الغلط من ساس الراسي. تزعلش مني يا معلم، وبعدين انت راجل الف واحده تتمناك، كسيب وطول بعرض، كفايه ان اللي انت هتتجوزها دي هتاكل لحمه طول الشهر. ربنا يكملك بعقلك يا ست البنات، بس انا يعني كان غرضي اناسب حسين افندي، ده راجل يعني نسب ويشرف. طيب واللي يخليك تناسب سي حسين تقول ايه؟ بجد؟ هو انت عندك اخت تانيه واحنا ما نعرفهاش؟ لا عندي ام تانيه وانت ما تعرفش. ام؟ مش فاهم. افهمك، صلي على اللي يشفع فيك يوم القيامه. عليه الصلاه والسلام. وكمان زيد النبي صلاه. احنا هنخش ايه؟ قلنا احنا عايزين نبيض وعايزه وما يسيبش حقنا. هو حقنا دي ابدا. ايه رحيم فين؟ ايه يا حضرات؟
المكان محجوز. احنا جايين من مكتب كمال النون للريجي. انا ما اعرفش حد بالاسم ده. امال فين عم حسين يا فندم؟ انا حسين. طيب يبقى كده خلاص العنوان كده صح، احنا مجاميع الحفله يا استاذ. يا نهار اسود، انتوا المجاميع وانا الدبلير اللي حاططه من فوق الجبل. جبل جبل ايه؟ امشي امشي انت وهو من هنا، يلا بسرعه قبل ما انده لكم الامن يرميكم بره. نمشي نروح فين بس يا استاذ؟ احنا ماضيين على اوردر ومش هنمشي الا لما ناخد حقنا. حقك ايه وبتاع ايه؟ يلا من هنا يلا. تعال بسرعه. يا استاذ هو انت مش مدير الانتاج؟ ايوه انا مدير الانتاج. طب مش هتاخد البطايق بتاعتنا عشان القبض؟ ليه؟ هي لجنه علشان القبض وتعرفوا مين اللي اشتغل ومين اللي ما اشتغلش. الحق عليا، خايف عليكم. طب قول لي يا استاذ، هو في بريك ولا هناخد بدل؟ بريك ايه وبدل ايه؟ يلا امشي روحي. بقول لك ايه يا اختي؟ نعم. هو الاسد فين؟ مساء الخير. مساءك نور. هي مش دي القاعة اللي أمين بيه عامل فيها الحفلة بتاعتهم؟ تمام يا فندم. هي فين اللي هم المدعوين دول؟ في الحمام بيغيروا. نعم؟ أقصد إنهم في الداخل مجتمعون. طب لو سمحت أرجو إنك أنت تبلغ أمين بيه إن إحنا وصلنا. يعني حضراتكم مدعوين؟ إحنا عرفنا إنه هنا، قلنا نيجي نقابله. لو سمحت أقول لك. أقول له مين حضرتك؟ تقول له مين؟ هاشم. قول له هاشم، هاشم بتاع اسكندرية، بتاع البازة، بتاع المزاد، هو هيفهم. بازة إيه ومزاد إيه؟ أنا مش فاهم أي حاجة من اللي أنتوا بتقولوها، أنا آسف جدا. حضرتك من غير أسف ومن غير ما تفهم، أنت قول له إن هاشم بيه والمستشار القانوني بتاعه الأستاذ بليا محمد بليا عايزين يقابلوه. أمري لله. هضطر أبلغه. أضحك. اضحك عليك. شي اللي بقولك عليه تعمله بس. اول ما شوف الناس اللي هناك حشاولك تاخد بعضك وتخش على الحمام. انا دور رخيص خلاص ولا يفركش؟ لا ما فركش ولا زفت اللي بقولك عليه تعمله. الله. امال فين امين بيه؟ ما هو الاهل هناك قاعد. ايه ده دوكا كان فاتح قوي عن كده. ايوه ما هو ده تلاقيه مشي في الشمس فاسمر شويه. خش خش خش. أهلاً. سيد سلام. ها شكراً لتذكرك اسمي سيدي. أمين بيه راح فين؟ دخل الحمام. حمام؟ ما بيتكلم في التليفون، التليفونات المهمة عنده ما يسويها إلا في الحمام. إيه اللي بيقوله الراجل ده؟ يا جماعة مش هضحك عليكم، الحقيقة اللي قالته ألفت هانم في العرض بتاعها ما كانش دقيق. سامحيني يا ألفت، أنا كدبت عليكي. مش فاهم. أنا فاهمك. بابا الله يرحمه، الله يرحمه، كان سايب لي مبلغ كده. هو كان مخبي الموضوع ده، سايب فلوس كتيرة أزيد من 50 مليون دولار. 50 مليون دولار جابهم منين؟ من شغله. شغله إيه يا أستاذ؟ الكلام ده مش صحيح، صدقني مش صحيح. ليه؟ ابوك لو كان معاه 10 مليون جنيه بس كان خرج نفسه من الورطه اللي هو فيها دي. طب لما انتوا عارفين انه كان في ورطه وانتوا اصحابه اللي بتحبوه، ما ساعدتوهوش ليه عشان يخرج من الورطه دي؟ نخرج مين يا حبيبي؟ ما ابوك لوحده اللي كان في المشكله، كلنا كنا في الهوا سوا، مش كده يا ابو العزايم؟ يا نيازي يا ابني، احنا كنا في مشكله اكبر واخطر، وربنا لوحده يعلم احنا عملنا ايه عشان نقدر نقف على رجلينا. نيازي انت متاكد من الكلام اللي انت بتقوله؟ ايوه طبعا. ماما الله يرحمها لما جزرتني في باريس قالت لي كده. الله يرحمها. الله يرحمها. الله يرحمها، كانت ست اصيله اكيد. هي اتجوزت غير المحامي بتاع والدك؟ لا هو المحامي بس. نعم. المعلومات اللي عندك انها اتجوزت المحامي؟ هي اتجوزت حد تاني ولا ايه؟ الله يرحمها. الله يرحمها. تذكروا محاسن موتاكم. الله يرحمها. هي نكمل ماما. نيازي وفين الفلوس دي دلوقتي؟ في سويسرا. بابا كان شايلهم مش جايب سيرتهم خالص. ماما قالت لي كده، انا اقدر اسافر في 24 ساعه اجيب الفلوس. ابن حلال، صدقني ابن حلال. تعرف ان انا داخل على مشروع سكني كبير قوي، هبني على ارض مطار امبابه القديم. ليه؟ هو مطار امبابه اتهد؟ ايه انت مش عايش ولا ايه؟ ده بقاله اكتر من 15 سنه خرابه. يا ساتر يا ساتر، ده بابا لو عايش كان هيحزن. كان بيحب يتمرن هناك على طيران الشراعي، وكان ياخدني معاه، وكان عايزني كمان اطلع طيار. الله يرحمك يا بابا. ومامتك
ألف رحمة ونور عليه. الله يرحمه. كانت بتموت في الطيارين. إيه؟ إيه بتموت في الطيارين؟ ما علينا يا أخي، ما علينا، مش مهم. أهو كده بقى ابن حلال فعلا، هتنفذ وصية المرحوم أبوك وتبني له المشروع على أرض مطار إمبابة. ممكن والله، ليه لأ؟ نقول مبروك. يا أخي يا رسمي، نياز يا ابني، أنا عندي مشروع قرية سياحية في منطقة بعد الغردقة بخمسين كيلو، اسمها مرسى علم، جنة الله في أرضه، طبيعة خلابة، لو حطيت فلوسك على فلوسي هتبقى صرح سياحي، كل الأجيال اللي جاية هتشكرنا عليه. نقول مبروك يا أخي. يا أخي مبروك إيه يا أخي، خلينا مع بعض. مين ده؟ مين؟ أنا بشاورك. ده؟ لا، ده تلاقيه الأراجوز بتاع الحفلة اللي بقولك عليه. بشاور لك ليه؟ لا مش بشاور، ده تلاقيه بس عشان التكييف في حاجة. بقولك يا أخي هدخل الحمام معلش بعد إذنك. في حاجة يا ناسي؟ مفيش، بقولك هدخل الحمام متعشوا انتوا بقى. وزير خارجية ألمانيا الشرقية اسود يا بلية. ايوه، ما انا ما لقيتش الوان تانية، وبعدين انا روحت المكتب ما لقيتش اي حد. لولا الحظ بقى الحلو ان انا لقيتهم كانوا بيعملوا فيلم عن راجل اسمه مانديلا كده وفركشه، رحت جايب كل المجاميع اللي في الفيلم بتاع مانديلا ده. طب شكل يا اخي، هات شويه ابيض وشويه اسود، وبعدين ايه الدوبلير اللي انت جايبه ده؟ في دوبلير طوله 2 متر يا بلية. ما هو ده الوحيد اللي راضي ينط من القطر. من القطر؟ وينط ليه من القطر؟ هو في دوبلير ما بينطش؟ ده ما فيش أي شبه بينه وبين نياز يا بلية. يا راجل، هو ده اللي شغلك؟ لا يا حسين، أنت اللي باصص عليه غلط، أنت بص عليه من وشه، بالك أنت لو دورته كده وبصيت عليه من ظهره هتلاقيه من ظهره الخالق الناطق نيازي. هو امين بيه هيتاخر كتير في الحمام ولا ايه؟ لا لا، لحظات على طول ان شاء الله. يا موسى، امال الاميره جهاد مش موجوده ولا ايه؟ جالسه اهي بين ام توفيق وام المنصور دي. ها، شكلها اتغير قوي، ما كانش كده. الدنيا كلها بتتغير يا استاذ، انا هو قدامك، مش تخنت شويه؟ احنا هنهزر ولا ايه؟ الله، انا بتكلم جد يا جماعه، مش معقول اللي بتقولوه ده. الله، هو سؤال صغير، سعادتك ما عملتش كشف على عينيك من امتى؟ اخلص انت خالص يا بيلي، اخلص. امين بي وصل. امين بي وصل، حاجه جميله خالص. قول لي يا اخويا. ايوه، الاسد هيخرج امتى ولا هو خارج؟ الاسد هي مين الان؟ الله، مش انت المدرب؟ مدرب؟ مدرب ايه؟ مين دي؟ مدام حسن الحلو. مفهوم بيه. اهلا وسهلا سيدي هاشم، اشرقت الانوار. امين بيه، امين بيه، انا سعيد جدا اني شفتك، انا اصلي كنت في اللوكندا هنا بالصدفه، سمعت انك موجود قلت لازم اجي اسلم عليك. اول مره، معلش يا عمي، اتعرف على عروستي، لازم اشوفها ارجوك والنبي. موجوده جهاد. جهاد، تعال. مساء الخير عمي. لا لا. سلمي على خطيبك. لا 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 لا، دي مش هي، مش هي. ليه هاشم بيه؟ احنا ما نضحك عليك، احنا كنا قبضنا منك لا ابيض ولا اسود. مش الفكره يا جماعه بس افهموني. يا بابا والله العظيم هي، انا شايفها بعناية دول. شايفها بعينيك؟ انت بتشوف بعينيك اساسا؟ يا بابا دي حاجه انت ما تفهمهاش، انا شايفها بقلبي وبمشاعري كلها. نيازي، هو ده كمال؟ هو بس معلش استحملي، كلها ساعتين وكل واحد يروح لحاله. مش قادره. عشان خاطري. عشان خاطرك انت بس. يلا بقى خد خطيبتك وقعدوا اتكلموا مع بعض على ما اتكلم انا مع امين بيه في الشغل. لا مش ماشي، مش ماشي، انا عايز اتكلم الاول في موضوع جوازي. لا، ما في جواز قبل ما لالا الشريفه تخلص دراستها. تخلص دراستها ايه؟ انت حضرتك نسيت المره اللي فاتت قلت لي انها خلصت. كنا ناسيين سنتين ثلاثه، المهم اكتشفناهم. يا عمي بقى، يا عمي بقى، بص احنا نتجوز ونكتب كاتب كتابنا وبعد كده انا اذاكر لها، والله العظيم اذاكر لها بنفسي. انت لو ذاكرت لها ما هتخلص تعليم في حياتها، اتركها لحالها عشان تنجح. جهاد، خدي عريسك واقعدوا مع بعض اعرفوا بعض اكتر. مش قاعده مع حد. جهاد، أقول لبابا يزعل. بابا مش يزعل لأنه سيفيني مات. مات؟
البقاء لله، البقاء لله، البقاء لله. مات امتى؟ كنا ناسيين، كنا ناسيين. يجي سنتين ثلاثة. يلا جهاد، يلا يلا روحوا اقعدوا في الحديقة. يلا الحديقة كلها ورود، شموا الورود. ايه ده الله، الحديقة فيها ورد؟ او كنتش عارف الحديقة فيها ورد؟ كمال انا مش مصدقة اللي انت بتقوله. الحديقة امال فيها ايه، قواقع؟ تعالي تعالي يا بنتي واستهدي بالله، تعالي. باي باي باي. فرصة بقينا لوحدنا بقى عشان نتكلم براحتنا. تحب نتكلم هنا ولا ندخل الحمام عشان نتكلم براحتنا؟ حمام؟ لا ما هو سلامة قال لي على كل حاجة. أبو العزايم، إيه؟ بقول لك مبروم على مبروم ما يلفش. مساء الخير يا فندم، منورة يا هانم. منورة. عشان تبقى عارف إن الولد شاكك فينا، إن إحنا والعياذ بالله عايزين نلهفه. والعياذ بالله. أنت شايف إيه؟ أنا شايف إن أي حد فينا يشيل والتاني يعرف. وأنا جاهز طلباتك. طب ليه ما كنتش أنا؟ إحنا هنخسر بعض من أولها. على العموم إحنا نستنى لما يرجع ونحاول نفهم منه، وبعد كده نقعد مع بعض ونشوف مين اللي هيشيل ومين اللي هيخرج. ماشي. كلامك مظبوط. ماشي. بقول لحضرتك إيه؟ يعني أنا بقول يعني إن نيازي بيه اتأخر شوية في الحمام. فعلا وأنا قلقان عليه. إنما حضرتك ما كنتش تعرفي إن معاه المبالغ دي كلها؟ في الحقيقة لا، يعني أنا مستغربة جدا. تصور حضرتك، ده مستلف مني المبلغ بقاله مدة ومش عارف يرجعه ليا لغاية دلوقتي. واضح إن نيازي بيه حويط قوي مش زي أبوه، وأنا بحب النوع ده من الرجالة. الشغل معاه بيبقى عامل زي لعبة القط والفار. طبعا اسمكم. تفضلي يا فندم. تفضلي يا فندم. انت مش بتحبه بس، انت بتموت فيه. وبكره لما تعرف انه متريش الحب هيزيد اكتر واكتر. حبيبي. تفضل. شكرا. امين بيه. ده يا سيدي على بركه الله العقد اللي بينا بتاع الشركه. كل واحد فينا هيحط نصيبه في البنك. انا هحط نصيبي جزء منه الاسبوع الجاي، وانت تحط نصيبك او جزء منه الاسبوع الجاي. قديش راس مال الكومباني؟ احنا متفقين عليه 200 مليون جنيه، وانا مبدئيا هحط 50 مليون الاسبوع الجاي من نصيبي. 50 مليون؟ اريد هذه ال 50 مليون كاش توتو على كمبيوتر. اريدها وساعطيك كافه الضمانات. اشي ضمانات تحتاجها ساعطيها لك. همضيك على ضمانات صعبه قوي. قوي. كيف ما تريد. هتمضي هتمضي، انت حر وانا ما عنديش هزار في الشغل. اولا بس انا مش هقدر اديك اكتر من 25 مليون كاش بس، هم دول السيوله اللي عندي. اقبل اقبل يا سيد امين. 25. اريد 50. اقبل. اريد 50. اقبل. سأقبل سأقبل. مبروك. ولكن بشرط باقي الخمسة وعشرين الأخرى ستأتي في خلال أسبوع، وإلا العقد يعتبر مفسوخ. قبل هذا إن شاء الله. لا مفسوخ إيه، مفيش مفسوخ ولا حاجة. تعال بقى يلا امضي العقد بقى. امضي يلا. هو يا راجل المسألة مش عايزة تفكير. لا أريد العقد إلى الحمام. طب امضي الأول. واو لا أستطيع. ألفة جاية. ناس غريبة أو الناس دي. أجل أنا. خالد، أنت بتعمل إيه هنا؟ أنت اللي بتعملي إيه هنا؟ ما أنا قلت لك عندنا اجتماع أنا ونيازي مع رسمي وأبو العزام. هنا في اللوكاندا دي؟ في المطعم اللي جنبيكم. تحب أجيبهم؟ لا لا لا، تعالي تعالي. أقعدي أقعدي. قولي.
يا حبيبتي انا ربنا اكرمني وصبت احلى مشروع في حياتي كلها. حمد دلوقتي مع جدع العرب اللي حكيت لك عنه. انت عرفت وصله؟ الحقيقه بقى بيليا بتاعك ده يسوى مليون جنيه. وبيليا هنا؟ يا استاذ بيليا. ايوه استهان. ازاي ساعتك استهان؟ اهلا يا بيليا. هاشم بيك مبسوط منك. ربنا يخليك. بس يا رب بقى الانبساط ده ما يأثرش في الحلاوة. ها بطل امال يا خان فين الراجل اللي هتشاركه؟ نفسي اتعرف عليه، نفسي اشوف امير بحقه. هتشوفيه بس هو دلوقتي في الحمام. في الحمام؟ حكاية الحمام النهاردة. انا ملاحظ كده برضه الامير ده اصله عنده حاجة غريبة قوي، ما يعرفش يفكر كويس ولا ياخد قرار الا لما يروح الحمام الاول. وبقالك على الحال بقد ايه؟ كتير قوي يا ست شجرة. قوي؟ بقولك ايه، متجيبي له حبة لب وزداني وقعديه قدامك لحد ما يقر. لب وزداني ايه يا ست شجرة؟ هو انا هتجوز قرد؟ بصراحة ربنا انا فكرت كتير قوي في الموضوع ده، بس خفت لا يركب دماغه حاكم دماغه صعب قوي قوي، وابقى ساعتها هطلع من المولد بلا حمص، ولا حمص الشام ولا بلح اليمن. بينك بتحبي اللئيمة. اللئيمة فقستيني قوي قوي قوي. من وبينك هو يتحب، هو قيمة وسيمة وطول بعرض، بس عيبه الوحيد انه قرع. قرع عسل يا اختي، ولا عيب ولا حاجة، ده زي الفل وطيب وحنين، واللي في جيبه مش ليه ابدا. طب انا جت فكرة حلوة قوي قوي حبوسيني عليها. انا ليه واحد قريبي ضابط بوليس، نخليه يقفش وياخده الاسم لحد ما يقر ويعترف انه بيحب. ولي يقفش ويوديه الاسم ليه؟ هو مجرم كان ولا مجرم ولا مجرم؟ لا يا اختي يا ست شجرة يصعب علي. اهو قلبك منين بستين لا اللي حيوديك في داهي. هو بيشتغل ايه في السيرك؟ في السيرك؟ مش هو بيشتغل في السيرك؟ في السيرك الدبلوماسي. امال لو تعرفي يا حبيبتي اللي كان بيحصل لي في المدرسة ده. انا اصحابي ينادوني في المدرسة يقولولي يا بكابوزة. بكابوزة؟ انا بكابوزة. وانت كنت تخين وانت صغير يا كيمو؟ جيجو حبيبتي، انا كان وزني 9 كيلو لما اتولدت. الدكتور اللي ولد امي اضطر يولدها قيصرية عشان اعرف انزل. كمل يا كيمو كمل. بس بقى يا جيجو يا حبيبتي، وبعد كده بقى العيال في المدرسة كانوا بيوقفوني جون بالغصب رغم ان نظري ضعيف. وقف انا جون وطبعا ما شافش حاجة، وجون يخش جون يخش، وطبعا بعد كل ماتش اتضرب. كمل يا كيمو. بس بقى يا جيجو، وطبعا بعد ما خلصت المدرسة جبت مجموع وحش جدا، فاضطريت اخش تجاره بيروت، وكان لازم اسافر قبل الامتحان بيوم، بس ما عرفتش الحق الطياره. ليه؟ ما انا ما عرفتش اخش من الباب، الباب كان ضيق قوي، وانا ما كنتش لسه عملت رجيم. وانت دلوقتي عامل رجيم يا كيمو؟ وانا كنت فين وبقيت فين؟ ده انا دلوقتي سليم فت. والله العظيم يا جيجو. وطبعا انا ما لحقتش الطياره، وبعد طبعا ما اجلوا ميعاد الاقلاع مرتين وانا ما لحقتش، اضطرينا ناجر بقى سفينه وطلعت بيها، وصلت بعد الامتحان بثلاث ايام وما لحقتش فسقطت. ما تخافش يا حبيبي، انا هفضل جنبك لحد ما تخس. جيجو انا بخاف من الجوع، انا ما بحبش اجوع، انا ما بحبش الدايت. ما تخافش يا حبيبي، لما نتجوز هنكد عليك عيشتك لحد ما نفسك تتسد من الاكل. بجد يا جيجو؟ بجد اعتبر ده وعد؟ ايوه وعد. انا بحبك قوي. طب بالنسبه للولاد، ولاد مين؟ لا ده انا نفسي لما اتجوز اخلف ولاد كتير جدا، ينزلوا كده بالعشرة والعشرين ويجروا كده يبرطعوا. لا اتركها للظروف لحد ما الامور تتشجع بالانجاب، ساعتها ممكن نتبنى. وخه مبروك هاشم بيك. الله يبارك فيك. لقد مضيت العقد في الحمام. طبعا عشان كده اتاخرت. كنت اراجع بعض البنود، ارجوك اعطني الكاش
اعطني الفلوس توتو على كبوتو بأسرع ما يمكن. أنا وعدتك وعند وعدي 25 مليون حيبوا عندك بعد أسبوع بالكتير، وال 25 الباقيين بعديهم في أسبوع. ها ألف مبروك يا نيازي ابني، عقبال ما تاخد باقي حقك يا رب. ايه سارك يا انت؟ ربنا يسهلك يا ست. جرى ايه وانا شحاتة يا عمك؟ ستي ستي ماذا بك يا جدتي؟ ماذا بك؟ جدتك؟ لا انت بقى جدتك؟ نعم. اهلا وسهلا يا هانم، حصل لنا الشرف. بلا شرف بلا قرف، اتنيل انت اسكت خالص. ايه ده في ايه؟ معذرة انها سيدة كبيرة. سيدة كبيرة. انت راجل انت بتضحك على عقول البنات. ور 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 كلام حلو، ولما يقع بدبديبك تقول لها يلا على امك. عم انت تكلمين يا سمو. انا ام جلال يا خايا. تقصد ام المنصور؟ ست كبيرة. بلا ام المنصور بلا ام المنقور، هتكتب عليها ولا لا؟ نتكلم عن هذا في وقت لاحق سمو. متى؟ بعد هنيها. هنيها؟ جدتي ابوس ايدك عدي الليلة دي على خير. يا حبيبتي ده انت قمتي معانا الواجب وزيادة، كفاية كده بقى. يا بنت يا بنت انا مش كيدني لقلبك العناين ده، اسمعي كلامي تكسبي. الشفقة بيك. يا جماعة يا جماعة، انا حضرت مع كمال في موضوع الزواج ووافقت، وبغيت كل شيء يتم باسرع وقت. هاي العظيم جدا، مبروك يا ميمي. يا ريت بقى تتوافق كمان عشان الفرح يبقى فرحين. لا يحق لا يحق، جدتي موجودة، هي تقول او تقول لا. طب يا ريت تكلمها وتفتحها وتهديها كده عشان لما فتحها في الجواز توافق. سأحاول، سأتفهم، سأدرس وسأتكتك. تعالي معي يا جدتي، أريدك في كلمتين. تعالي معي يا جدتي. إيه؟ ده برضو عم جلال. في ايه؟ الاقي سيرتي على كل لسان. قطع لسان اللي يجيب سيرتك، ده حاجه وحشه، ده احنا كنا جايين سيرتك بكل خير. على كل حال هيبقى لينا كلام تاني لما نروح البيت. يا هانم ممكن اعرف سبب الرفض ايه؟ انا قلت لا يعني لا، ما ناقصش اللي هلفيت شراشيح زيكو ينسبوني انا. ايه ده؟ احنا هلفيت وشراشيح؟ لا 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 لا، انا لولا انك جدة امين بيه انا كنت اتصرف معاكي تصرف مختلف خالص. خلاص خلاص يا سيد هاشم، كل شيء بالخناق الا الزواج بالاتفاق اطلاقا، ولو بنتكم دي اخر بنت في الدنيا مش هنتجوزها. خلاص انا ما بحبش الالحاح، اذا كانت بنت عينها منه خلاص تتجوزوا، بس يا ترى هتقدروا على المهر والشبكه والفرح؟ لا مهر ولا شبكه ولا فرح، لو بنتكم اخر بنت في الدنيا مش هنتجوزها، خليها في حضنكم. هاشم بيك هاشم بيك، جدتي ما تقصد الاهانه. لا تقصد، ما دخلش ده في الشغل اللي بيننا. انا بقول لك اهو. اها ايش قررتم؟ مفيش جواز، خلاص مفيش جواز. بح بح. يا بابا يا بابا حرام عليك يا بابا، انا بحبها يا بابا. حبك بورس حبك بورس، ولو اخر واحده في الدنيا مش هتجوزها لك وفوت قدامي. مش هيفوت، هتزوج كمان يعني هتزوج كمال، هذا وعد. جهاد جهاد اطلعي على اوضتك، والا والله اقول لبابا يزعل. بابا ايه؟ مش بابا مات؟ بنسى حكاية بابا دي، مش عايز افتكر انه مات. ما في داعي لكل هذا، كل شيء انتهى، في زواج ولا ما في؟ لا ما فيش جواز. يلا بينا يا اخويا. يا بابا حرام عليك يا بابا، يا بابا هيحصل لي حاجه يا بابا. يلا بينا يا بابا. يلا قدام. جهاد كيمو كيكو كيمو. برافو برافو يا نيره، بجد انا ما اعرفش ان النادي فيه فريق تمثيل هايل كده، انتوا تجننوا بجد. عجبناك يا ست الاستاذه؟ بجد انا معجبه بحضرتك جدا. بس يا ربي خليك يا ست الاستاذه، يا ربي خليكي، خديني فيلم الثلاثه يغتصبونها. لا ولسه بقى ما تشوف البوليس جاي يقبض على اللص. اللص هو مين اللص؟ انا. جريس يا شاده لما تلمي نفسك يا مبعزقه انت بدل ما لمك. هتشوفينا واحنا. هو مين ده؟ ده واحد من المجاميع، واحنا بنعمل بقى المسرحيه. يلا يا شباب عايزين نوري الاستاذه التدريب بتاع الاستعراض بتاع مانديلا اللي هو 1-2 اي. في جاهز يا هاني؟ بريك يا شباب. يلا بريك بريك. 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 بريك.
مالك يا ألفت؟ ساكتة ليه؟ عايز اسمعك. اسمعيني. تسمعيني ايه وانا نطقت بحاجة عشان تسمعيني؟ تكوني زعلانة. المفروض ايه؟ ازعل ولا ما ازعلش؟ تكوني زعلانة عشان حكاية الفلوس ديت؟ انت شايف ايه؟ ازعل ولا ما ازعلش؟ ألفت انت لازم تبقى عارفة كويس قوي ان انا لسه عارف حكاية الفلوس دي قريب. انا اتفاجئت بيها زي ما انت اتفاجئتي بيها بالظبط. طب ليه ما رديتش المبلغ اللي انت واخده مني؟ لان ساعتها اكيد كنا هنطلق. انت فاكر اننا مستمرين مع بعض علشان خايف على الفلوس اللي عندك؟ خطر على بالي كده يعني. يعني انت سعيد معايا وعايز نستمر مع بعض؟ يا ألفت ايه اللي انت بتقوليه؟ لا بجد ازعل؟ ايه ده يا ألفت ده؟ هو انت شايفه حاجه تانية؟ لو كنت شايفه حاجه تانية ما كنتش سالتك. بس عليك يا ألفت، يا ألفت لازم تثقي ان اللي بيني وبينك مش فلوس، اللي بيني وبينك ده حاجه محترمه جدا. لا تحرمش منك يا رب. طب يلا بقى يلا. على فكره خالو هاشم كان هنا. ايه ده؟ مش معقول اخص عليكي؟ طب ما عزمتيش عليه يجي يقعد معانا شويه؟ ما رضيش، اصله معزوم على حفله مع جماعه اصحابه، والظاهر انه بيعمل بيزنس عالي قوي، هيطلع منه قرشين حلوين ما شاء الله. ما يتخافش عليه الراجل ده. طب تحب نروح نقعد معاه شويه؟ ما انا قلت لك كان. كان طب اتفضلي اتفضلي. واتفرجت عليكي وانت بتمثلي؟ يا مامي قلتلك اني ما كنتش بمثل، ده كان بجد. حتى التمثيل مش عيب، ده فن جميل قوي. انا مش عارفه انت مكسوفه ليه. يا مامي اللي انت شفتيه ده ما كانش تمثيل، ده كان حقيقي، اصلها كانت عمليه نصب. ايه نصب؟ نصب على مين؟ مش هقدر احكي. لا ده انت لازم تحكي وتحكي وتحكي كمان، انا لازم اعرف كل حاجه دلوقتي. مش هقدر اقولك دلوقتي، في الوقت المناسب هبقولك على كل حاجه. وان شاء الله انت الوقت المناسب ده. مش عارفه ياسر داخله بالموضوع ده. اما انا قلت لك في الوقت. بقول لك ايه، انت لازم تقولي لي الحقيقه دلوقتي بدل ما اعمل تصرف اندم عليه. ياسر داخله بالموضوع ده؟ لا. طب اتفضلي بقى على اوضتك وما تخرجيش منها غير ما يجي الوقت المناسب اللي هتحكي لي فيه. اتفضلي. اللي كنت عامله حسابه وياما حذرته منه. ما كنتيش شجعتيه من الاول يا ايمان. يا بابا سكه الحق اقصر واوضح من كده. يعني عايزاه يروح لهم يقول لهم هاتوا فلوس بابا اللي ضحكتوا عليه وخدتوها منه، اهو ضحك عليهم هو كمان. انا اللي مستغربه له ان انت لسه مهوده لغايه دلوقتي. ايوه عشان بحبه. جدع، عارف يجيب جزء من حقه من اللي اسمه هاشم ده. ده هيقبض الاسبوع الجاي دي مبلغ كده. تفتكر هاشم ده لما يعرف انه اتضحك عليه واتنصب عليه هيسكت؟ هيدور على اللي اسمه امين ده لغايه ما يجيبه ويعرف الحكايه كلها، ومش بعيد كمان نيازي يدخل السجن هو وكل اللي كانوا معاه. تقصدي مين يا ايمان؟ انا؟ انت طبعا يا بابا. مش مهم، اهو الاسم وقفت معاه للنهايه. يا بابا ارجوك تنصحه، نيازي اكبر من كل اللي بيحصل ده وانت كمان. بقول لك ايه؟ انا اللي هتفقع منها الولية اللي اسمها ام جلال دي، دايره تلسن عليا في كل حته. والله اللي ما يردهوش على بنته ما يردهوش على بنات الناس. يا سلام. اولا انت ايه اللي طلعك تتكلمي معايا؟ احنا مش متخاصمين وما بنكلمش بعض. حق عليا، انا لما شفتكم وانتوا جايين زي ما تكونوا هربانين من فرح باظ. انت قايده فيها فعلا. الاكل اتحط من هنا، فجأة لقيت نفسي تحت رجلين المعازيم وبسحب ام جلال بالعافية وبنجري. ما انت بتخاف عليها اهو يا بابا. لا سيبيلي ام جلال دي، حسابي معاها بعدين. طلعت تتمحكي عشان تتكلمي معايا كده؟ طب تصبح على خير يا بابا. تصبح على خير يا بابا. تصبح على خير. وانت من اهله يا حبيبة بابا. الحقيقة يا البوليس محاوط الفيلا، الفيلا اتسرقت زي ما سرقت الاسويرة. قلت ايه بس يا تيتا اللي اتسرقت يا تيتا؟ ده تلاقيهم قبض على بابا. تلاقي يعني بابا هو بلغ البوليس علشان انت هربتي من الفيلا. انا هربت؟ انت اللي خطفتني يا نهار اسود.
انت هتقول لهم كده ولا ايه؟ يبقى انت كده اكيد عايزه بابا يطردني من البيت. ليه يا حبيبي ما تهونش عليا؟ انا محبك وروحي فين؟ وانا عايزني هدوم. يا تيتا انت تقول لهم اللي انت عايزاه. المهم دلوقتي بقى نقلع الهدوم الغريبه اللي احنا لابسينها دي، وبقي قول لهم ان انت مثلا كنت متضايقه مخنوقه عايزه تشمي هوا ونزلت انا وانت، وسيبي الموضوع كله بقى على يعني كده. ابوك مش هيطردك؟ ما اظنش، هات لهم كلمتين في العظم وخلاص. النهارده كانت اسعد ليله في حياتي يا حبيبي. حبيبتي يا تيتا. رقصت وغنيت وهرجت وجريت، جريت وانا على الكرسي يا حبيبتي. وكلت 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 وكلت. ده انت ما خليتيش حد ياكل في البوفيه اصلا يا تيتا. لا بقول لك ايه؟ ايه؟ وجايبه كمان اكل معايا عشان اكل انا وانت. يعني هنتعشى؟ ايوه. ماشي، طب يلا بينا بقى انا وانت نروح نستلقى وعدنا وبعد كده نبقى نتعشى. قلعني الزعبوط ده. يلا حبيبتي. تحطي الدقن؟ استني بصي. حط. هتبقى احلى بكتير. من الزعبوط والشنب. والشنب بقى. وديتها قمر. لا 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 لا. صباح الخير يا ألفت. صباح النور. لابس بدري يعني وخاري؟ لو كنت تعرف كده كنت استديت نفطر سوا. لا معلش، بالهنا والشفات انا لازم اخرج، بس عندي معاد. معاد ايه؟ المعاد اللي قلت لك عليه. ما انا هروح اقبل الوظيفه البيانيست. وظيفه؟ انت حطيت رجلك على اول السلم اللي بيطلعوا عليه رجال الاعمال، هتبقى واحد منهم. ايوه معلش، بس لغايه لما ده يحصل لازم اشتغل. يعني واحد عنده ملايين ما يشتغلش يا حبيبي؟ يفكر ينبسط ويبسط الناس اللي يحبوهم. هيحصل طبعا، بس العجله تدور واقف على حيلي كده وكل ده نعمله. وانا اللي كنت هكلم معرض العربيات اللي بتعامل معاه علشان يبعت لك عربيه جديده على الزول. عربيه؟ عربيتي؟ لا انا لو جبت عربيه ده الناس تعرف ان عندي فلوس. اعملي معروف يا ألفت، الفلوس اللي عندي ديت مش عايز حد يعرف عنها حاجة، حتى المشاريع اللي أنا داخلها برضو مش عايز حد يشم خبر عنها. حد زي مين؟ أي حد، انتوا صحابي كتير ما شاء الله عليهم، يعني هم ممكن تبقي عايزة مثلا تتشرفي بيا، تفتخري بيا، تقولي كلمة كده كلمة كده. لا، المثل بيقول داري على شمعتك تقيد. حاضر يا حبيبي. نيازي لو كنت هتتغدى في البيت ما تستنانيش، أنا ممكن أسافر اسكندرية لخالي هاشم. انت مش قلتي انك قابلتيه في الفندق؟ ايوه، بس ما لحقتش اقعد معاه وعايزه اتكلم معاه شويه. انا مش هسالك هتتكلموا في ايه، بس انا هقول لك بصراحه انا قلقانه من شراكتك مع رسمي وابو العزايم. لا يا حبيبتي ما تقلقيش، انا هعرف اتصرف معهم كويس. انت شفت لما عرفوا عندك فلوس عملوا ايه؟ شفت طريقه معاملتهم معاك اتغيرت ازاي؟ شفت ولاحظت، وما تخافيش عليا، سيبيني اعتمد على نفسي. المهم توصلي بالسلامه ان شاء الله. سوق على مهلك. ها حاضر. وتسلمي لي على خالك. حاضر. اخيرا ابو صلاح. طب اخيرا يا معلم. معاك ولا احسن افهم صف العظيم ونبروش عيد اليد. ايه مالك؟ في ايه؟ كيف مش قد كده ولا ايه؟ لا الكيف تمام والحمد لله. ايه كنت عايزني في ايه يا معلم؟ لا بعدين بقى مش وقت، بس مش مستعجلة قوي، اخد الرأي الاول وبعدين اكلمك فيه. رأي مين يا معلم؟ مش فاهم حاجه. مش عايز اشغلك اصلا يا حسين افندي، انا قلت الاول اخد راي صاحبه الشأن قبل ما اكلمك. ما تتكلم على طول يا معلم، في ايه؟ حاضر هتكلم اهو. حاضر بقى، هلا هلا على الجد. كمل على طول بلا هلا هلا بلا بتاع. حاضر حاضر، ما تعصبش عليا. حسين افندي انا عايزك في موضوع كده بيني وبينك لا مؤاخذه. ايه يعني؟ موضوع نسب. نسب؟ ما انتش مكسوف يا معلم؟
دي ايمان بنتي اصغر من توحة بنتك. الله 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 الله، انت مخك راح لفين يا حسين افندي؟ هو انا عبيط ولا اتصجر اطلب ايد بايمان؟ هو ايه الحكايه؟ لا ما انا ما عنديش حد للجواز غير ايمان بنتي. لا عندك. بقول لك ما عنديش، انت هتعرف احسن مني. وانا قلت عندك. الست ام جلال.